أختي تقول بأنها اقترضت قرضا حسنا من بنك إسلامي، فهل عليها إثم أو عليها وزر أيا كانت الغاية التي اقترضت من أجلها؟ والله إن كان هذا القرض من بنك إسلامي لا يأخذ أو لا يسترد القرض بفائدة ربوية فلا إثم عليك ولا حرج، وأنا لا أعلم يعني أين هذا بفضل الله تبارك وتعالى، فإن وجد والله لو أخبرتنا الأخت بذلك يعني حتى ونعلن للناس، لأنني أعلم أن كثيرا من الناس الآن في اضطرار شديد، يبقى جزاه الله خيرا. فإن تيقنت الأخت الفاضلة السائلة أن هذا البنك والذي تقصده يقرض دون أن يسترد هذا القرض بفائدة فلا حرج عليها ولا إثم إن شاء الله تعالى، ما دامت مضطرة لذلك لقول الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب، إنه على كل شيء قدير. وأظن أنكم الآن تتابعون هذا الإفلاس العالمي بسبب الربا، بسبب الربا، وقد تحدثت بالأمس في حلقة التفسير في إشارة سريعة، وها أنا ذا بفضل الله عز وجل أؤكد، وقد ذكرنا ذلك بفضل الله قبل ذلك مرارا وتكرارا، لا ندعي أننا بذلك يعني من المحللين الاستراتيجيين والكلمات التخينة اللي انتم بتسمعوها دي، لا 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 إطلاقا، وإنما هو كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد ذكرنا أخونا الكريم السائل بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقبل ذلك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا الله يا الله، والله الذي لا إله غيره، إنني أشاهد مناظرهم الآن على شاشات الفضائيات كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ضاعت الحيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو وقفتم على حجم المليارات التي ضخت في الأيام الماضية لإنعاش الاقتصاد ولإحياء البنوك حتى لا تغلق البنوك وحتى لا تغلق الشركات و إلى آخره، لقرأتم أرقاما يعني تذهل العقول، تذهل العقول. ثم لو وقفتم على حجم تخفيض الفوائد الآن حتى وصلت الفائدة في اليابان إلى صفر، إلى صفر صفر، ما هو ده الاقتصاد الإسلامي؟ ما فيش فايدة، ما فيش فائدة، هو ده الاقتصاد الإسلامي. ما فيش ربا، ما هو الربا إيه؟ الربا ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، ما ده تعريفهم حتى للربا، ده تعريف علماء الاقتصاد الغربيين للربا متخصصين في العمالة الاقتصادية الغربية، هم بيقولوا الربا هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، هو ده الربا. ما هو البنك يقرض، بيقرض بفايدة محددة، وبعدين أنت تودع بفايدة محددة. الفرق بين الفائدتين هو شغل البنك، هو عمل البنك. البنك وظيفته إيه؟ وسيط بين طرفين، بين مودع ومقترض. هذه وظيفة البنوك في المقام الأول. البنوك دخلت وعملت مشروعات من باب ذر الرماد في العيون حتى ماشي، إنما سبحان الله وظيفة البنك الأولى ولا يستطيع أحد الآن أن يجادل فيها، وسيط بين طرفين. دي الوظيفة الأولى البنوك، مودع أنا بحط 100,000 بفايدة 15% مثلا أو ب 12%، والأخ الآخر محتاج 100,000 بتوعي دول عشان يعمل مشروع، راح البنك خد 100,000 وبياخدوا منه 25%، 25% الفرق بقى بين 12% و 25% هو ده شغل البنك، هو ده مال البنك، هو ده الربا بعينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا قل يمحق الله الربا. وها نحن الآن نرى محقا للبركة، لا أقول في الأرض كلها، يا الله. أما كنا بنتكلم في الكلام ده من إيه؟ من شهرين بس، مش هقول لك من سنة ولا من 10 سنين ولا من 15 سنة ولا من 25 سنة. والله العظيم أنا لازلت أتذكر الآن شريطا لي في الجمعية الشرعية في السويس من أكثر من 27 سنة، والله تذكرته الآن وحرصت على أن أراجع مادته وراجعت مادته بالفعل من أكثر من 27 سنة. الكلام ده متقال، بس طبعا لما كان بيقال يا شيخ بطل دروشة، سيبكم من شغل الدروشة اللي انتوا فيه ده. الآن رأى العالم كله وشاء الله أن يفضح
هذا النظام الربوي على شاشات الفضائيات. قبل كده ما كانش حد عارف حاجة. يعني الإفلاس الأولى أو الانتكاسة والأزمة الاقتصادية الأولى عام 29 لم تشعر بها الدنيا بمثل ما شعرت الدنيا الآن بهذه الأزمة العالمية الطاحنة التي صرح أو عبر عنها المسؤولون عن صندوق النقد الدولي المرابي الأكبر في الكون. عبروا عنها بكلمات حاسمة، قالوا العالم كله على حافة الإفلاس. ده كلامهم هم مش كلامنا احنا، وإلا لو احنا برضو اللي قلناه دلوقتي في الأزمة دي هقول لك انتوا شو درويش وبتوع كلام عاطفي وما انتوش فاهمين حاجة والكلام اللي حضرتك عارفه. إنما سبحان ربي شاء الله أن يفضح هذا النظام الربوي اليهودي الخبيث الذي يقوم على امتصاص الدماء، على امتصاص الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله أن يرد الأمة إلى حق ردا جميلا. عشان كده لما كنت أقرأ الآيات أقول يا إلهي لم أجد في القرآن حملة بمثل هذه الحملة القوية الواضحة على الربا. يا الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما كنتش صعبة جدا، آية في غاية الصعوبة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أنا أقسم بالله أعلنت الحرب، أقسم بالله الحرب الآن مقامة، مقامة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب مقامة، مقامة على المرادين وعلى أهل الربا وعلى أساطين الربا في الأرض كلها وفي العالم كله. وآن الأوان أن تفيق الأمة وأن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها، لأن الإسلام ما ترك شيئا إلا وبينه. الاقتصاد تقول لي فين النظام الاقتصادي؟ نظام اقتصادي إسلامي وفق قرآن ربنا وسنة نبينا ووفق فقه فقهائنا، موضوع في كل جزئية من الجزئيات، موضوع بغاية الدقة. لكن تحتاج الأمة فقط إلى أن تتقي الله وأن ترجع إلى هذا النور وإلى هذا الخير المسطور والموجود والذي لا زال يقرأ الآن بفضل الله وسيقرأ إلى أن يرث الله الأرض من عليها في كتاب ربنا وبين يدينا وبين أيدينا سنة نبينا المصفاة المصححة وبين أيدينا فقه فقهائنا وإمتنا وسادتنا وعلمائنا في كل جزئية من جزئيات الحياة، بل حتى في النوازل، بل حتى في النوازل المعاصرة. أحسن واحد يقول لي لا ده الكلام ده كان في الملح والفضة والشعير والبر لا 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 لا، حتى في النوازل، ما في نازلة من النوازل إلا بل مش هقول لعلمائنا، بل للمجامع الفقهية، لمجامع الفتاوى على مستوى الأمة، له لعلمائنا في هذه النوازل أحكام وأقوال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى هذا النور وإلى هذا الخير ردا جميلا.